السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا كاملين بكم على خير وبخير، ومرحبا بكم في قناه ابداعات مغربيه. واشركم دروكا داخل عليكم ربي بالسعاده، واش ما كنتمنوا ان شاء الله نتوما واللي عزاز عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا جلد محمر، ولكن ماشي انا اللي غادي نوجدو، ابني هو اللي غادي يوجدو لانني عيانه شويه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اليوم جيت نعاون الام ديالي اللي هي عيانه شويه، كنتمنى يعجبكم هادشي اللي غنقدم لكم. عندنا جدادة، جوج بصلات، ربع قزبر ومعدنوس، واحد الحارة، شوية ديال التوم، خرقوم، ليبزار، سكينجبير، والقرفة، قزبر حبوب، لقمة ديال الجداد. عندنا واحد الضامة ديال الزعفران فرانك، وشوية ديال الزيت. نقطعو البصلة والتومة اللي بغى يحكم في الحكاكه، يحكم في الحكاكه اللي بغى يطحنو، ندوزو في الطحانه. دائما كطحنوا البصله بوحديتها والربع بوحديته باش ما كيرجعش كامل كولور واحد. كنزولوا الزريعه من الحر، كنطحنوها مع الربع. نسينا الملح، ما ورينا لكم شي، عملنا واحد مغرفه ديال الملحه. زدنا واحد نص كاس ديال الماء لان الشرموله جات ثقيله، وغادي نبداو نشرملو الجداده ديالنا. بسم الله. انا دائما كنكون قدام الكاميرا وبني كيكون مول الكاميرا. دابا تبدلنا الادوار، يسمحوا لي على التصوير الا جات فيه شي حاجه ماشي هي هذيك، انا ما كنعرفش نصور. و
كيكونوا الجداد ملي كيعدل الجداد راه قطع ديك الجلده. ودابا شنو غتعمل يا سليمان؟ تخيط ياك؟ خصنا نخيطو غير هاد الباليه. كتشوفوا معانا خصنا نخيطوها مزيان. صافي سليمان دابا غادي نعملو هاد الجداد ديالك. بسم الله على بركة الله. صافي من بعد ما جمعنا الجدادة ديالنا غادي نحطوها في طنجرة طيب. غادي نكبو عليها هاديك الشرمولة اللي بقات. كنشلو ديك الطبسين من الشرمولة وكنزيدو واحد الكاس ديال الماء. غادي نحطو الجدادة ديالنا طيب على ظهرها. من بعد ما تغلى وتعاود ديك الساعة نقلبوها على الصدر ونخليوها طيب، لأن الصدر كيدينا شوية ديال الوقت. ونتلاقاو ان شاء الله. هنايا الجداد راه غلا وعاود، دابا غادي نقلب الجداده. اللي بغى يزيد شي معلقه السمن يزيدها. انا ولادي ما كياكلوش السمن، ما كنستعملوش. انا واخا طيبتها في الكركوط ما غاديش يشد عليها الطنجره، غادي نطيبها طياب عادي. الجداده ديالنا ها هي طابت، غادي نحطوها تقطر من المرقه واحد الصفاي ولا الكسكاس باش ملي نجي نقلبها ما يبقاش يطفينا ديك الزيت. للتزيين كنحتاجو شويه ديال الرزيزه، طبعا ما نستعملوهاش كامله. عندنا هنايا واحد مغروفه ديال الهريسه، البيضات مسلوقين، النوا اللي غادي نقليوها في الزيت، وواحد ليمونه مراقده. نقليو النوا ديالنا والاولاني عاد غندوزو نحمص ونقليو جداده. صافي من بعد ما تحمر النوا غادي نهزوه من الزيت. صافي من بعد ما حمصنا النوا زدنا الزيت باش نقليو الجداده ديالنا على بركه الله. بسم الله. من بعد ما قلينا الجداده ديالنا دابا ان شاء الله غادي نحضروا الطبق على بركه الله. بسم الله. وغادي
نعوضو الرصيصة عصوقوها في الجناب. صور تصليحيتها باش يشوفوا المشاهدين. مزيون هاد العش اللي عدلتي. من بعد ما سلبت الزين ديال الطبق، دابا غادي يكون بالمرقة عندنا مصفية، وهذا هو الطبق اللي حضروه الابن ديالي الله يرضي عليه. عاوني انا يدي مريضه، هو اللي كيعاوني هاد الايام ماتو الاخت ديالو. الله تعالى وتبارك يصلح وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين، وكما طعمنا الله يطعمو من الجنه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تعملوا لي جيم تبارطاجيو وتفعلوا الجرس باش يطلع لكم الجديد، وشكرا.